احنا حاليا متواجدين في داخل مستشفى الرنزيزي. المستشفى محاصر من قبل الدبابات الاسرائيليه بكل النواحي وبكل الاتجاهات. تم اخطارنا باخلاء المستشفى حاليا، لكن بدون وجود الصليب الاحمر او اي شيء يضمن سلامه المدنيين اللي راح يطلعوا من المستشفى. احنا هنا بنتواجد مئات المدنيين اللي موجودين هنا، وهي مدني من المدنيين. يا جماعة الخير، أجانا قرار من رحلة المستشفى، لازم احنا بدنا حماية دولية، الصليب الأحمر العالمي الدولي يرحمونا ويعطونا حماية.